سواء كنت مهتماً بالتقنية أو غير مهتم، فبالتأكيد تعرف سوني. أجهزة رافقت عدة أجيال لسنوات ومنتجات تميزت بالأداء العالي والأصالة. سوني، الاستمرار على القمة ليس سهلاً. بدأها اليابانيان أكيو موريتا وماسارو إيبوكا في عام 1946. الاثنان التقيا خلال الحرب العالمية الثانية. اقترض موريتا 500 دولار من والده، وأسس الاثنان شركة صغيرة بعشرين موظفاً سمياها طوكيو لهندسة الاتصالات. برع إيبوكا في تطوير المنتجات وموريتا في التسويق، واتخذا متجراً مهجوراً دمرته القنابل كمقر للشركة. أول ما أنتجت المكبرات الصوتية وأجهزة الاتصالات، فيما كان السوق الياباني منهكاً بسبب الحرب، اتجهوا إلى الأسواق خارج اليابان. في عام 1952 عقدت سوني شراكات مع بيل ويسترن الكتراك لإطلاق أول راديو ترانزستور في العالم. ولأن اسم الشركة صعب النطق لغير اليابانيين، اتخذ الشركان قراراً بتغييرها لسوني في عام 1958. الاسم لاتيني يعني صوتاً أو نغمة. وفي عام 1960 أسست الشركة فرعاً لها في الولايات المتحدة. كانت أول شركة يابانية تدرج في بورصة نيويورك عام 1970. عام 1979 كان علامة فارقة في تاريخ الشركة. أنتجت جهاز الووكمان. الجهاز أحدث ضجة عالمية، بات اسم الشركة معروفاً، تبعه أجهزة التلفاز الملونة وجهاز الألعاب الإلكترونية الذي يعمل بالأقراص المدمجة وصولاً للهواتف، حتى دخلت منتجات الشركة كل بيت حول العالم. واصلت الشركة التوسع حتى استحوذت على 100 شركة بحلول عام 2019، سي بي اس ريكوردز، كولومبيا بيكتشرز، تينس بوردز. ووصل عدد موظفي سوني عام 2020 إلى 110,000 موظف حول العالم، وتقدر قيمتها الحالية ب 81 مليار دولار. واشتهرت العلاقة بين مؤسسيها كأبرز الشراكات في عالم الأعمال، وامتدت لأكثر من ستة عقود.